هادي بن مشبب آل عطوان صاحب لايف الخرج، صاحب تغطيات كاملة على الخرج وما حول الخرج، وعندها أكيد المعلومات الجزلة اللي راح إن شاء الله نستفيد منها عن الوادي وعن اللي حول الوادي وعن معالم الوادي. والله يمسك بالخير يا أخوي أبو مشبب. يا مرحبا ومسهلا أخوي علي. أول شيء الوادي لو بنتكلم عنه فحنا نحتاج سنوات من الحديث عن الوادي. أنت تتكلم عن الوادي اللي فيه قرية الفاو اللي كان مملكة كندة تاريخها 300 سنة قبل الميلاد تقريبا. الوادي على حد معلوماتي هي المحافظة الوحيدة اللي سميت باسم أهلها، واللي قال عنهم الشيخ البسام تقريبا حدود عام 1246 أنهم قبيلة ذات سداد وعتاد، ويرجعون لقبيلة الأزد اللي قال عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربع ليست لغيرهم، من ضمنهم أنهم اللي في ما معنى ما ذكر اللي في يديهم مو بلهم، وأنهم شجعان لا يجبنون ويعطون يعني خويهم حقه. ولهم مسمى سميه به الوادي؟ لا أهله خطرة ليدي ما يحتاج. موقع الوادي جاي في نتكلم عن جغرافيا، فموقع الوادي يعتبر موقع استراتيجي مهم سواء سياسيا ولا اقتصاديا ولا تجاريا ولا أيا كان، على خط أكيد على خط التجارة ما بين اللي تربط جنوب المملكة العربية السعودية بشمالها. كانت القوافل التجارية تجي من اليمن إلى العراق وسوريا وما حولها. فالوادي حده من الشمال القويعية ومن الجنوب تتكلم عن نجران، والغرب تتكلم عن المنطقة الجنوبية ومكة، وتتكلم عن مساحته واسعة بتتكلم عنه زراعيا. فالوادي يعتبر من أهم السلال الغذائية في المملكة، وما حدث في جائحة كورونا كانت الوادي مصدر قوي جدا بعد ما تم إيقاف الاستيراد من خارج المملكة. كان الوادي أحد المحافظات اللي تغذي الأسواق المملكة بكافة المنتجات الزراعية، فيها ما يقارب أكثر من 5800 مزرعة غير المشاريع الأخرى. وما زالت طبعا هذا الخير اللي تنعم فيه محافظة واد دواسر وأهلها، ما في شك أن حكومتنا الرشيدة لها الفضل في دعم مثل هذه المشاريع الزراعية وتشجيع المزارعين. والأجمل والميزة اللي في الوادي وكل ديرة فيها حقها من الطيب، أن أهل الوادي غالبية أهل الوادي لا بيوت ولا مزارع، تلقاها مشرعة البيبان ليل ونهار. لو جاء الطرقي طال عمرك بيدخل أي محل يعده محله وبيلقى قدامه الطيب والعود الأزرق. طبعا من الصفات المشروع ما يردون منه؟ نعم. والماء ما يبيعونه؟ نعم. واللحم ما يبيعونه؟ نعم. وش ايضا اذا غابني شيء؟ نعم. تبي تشوف وين اكرم مدينه كرم في القاع، توجه تلقى مدخل الطيب وادينا. يا سلام، هذا اكبر علامه يا سلام. يا سلام. انت تتكلم كانك قبل ميلاد، قلت قبل مملكه كنده 300 سنه، وان كانك تتكلم في الحالي فالوادي دخل في موسوعه جينيس كاكبر بوابه تحمل اللي هي صفات الطيب والكرم المطيبين اللي مدخل البوابه. فالله يعز مملكتنا بشكل كامل ويزيد خير الوادي وهله ويعزه. آمين آمين. الله يعطيك العافية ويعافيك على هذه المعلومات، يا رب يطول عمرك على كل حال. طبعا يعطيك العافية يا هادي على المعلومات الطيبة. طبعا الآن ننتقل